أعزائي المشاهدين، أهلا بكم على القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. هذه القناة التي تحرص على تقريبكم من مختلف القطاعات التابعة للوزارة من خلال عرض مجموعة من الروبورتاجات والحوارات المرتبطة بمختلف القطاعات. اليوم سوف نحاول تقريبكم من قطاع يهم كل شرائح المجتمع ويعد قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتعلق الأمر بقطاع النقل الطرقي والسلامة الطرقية. ولتقريبكم من هذا القطاع نترككم مع الروبورتاج التالي. يعتبر قطاع النقل عبر الطرق إحدى الدعامات الأساسية التي تساهم بشكل مباشر في حركية المواطنين والبضائع وفي الإنتاج وتنمية المبادلات التجارية على الصعيدين الوطني والدولي، حيث يساهم بما يناهز 5% من الناتج الداخلي الخام ويخلق أكثر من 175 ألف منصب شغل. وتتجلى أهمية النقل الطرقي ببلادنا من خلال المساهمة في 75 من مجموع تنقلات السلع دون احتساب نقل الفوسفات و35 من مجموع تنقلات المواطنين بين المدن. ويتسم هذا القطاع بدينامية كبيرة يعكس عدد المقاولات التي تشتغل في هذا القطاع، والتي يبلغ عددها أكثر من 45 ألف مقاولة، ويبلغ رقم معاملات هذا القطاع ما يناهز 18 مليار درهم كل سنة. ونظرا للتحديات الكبرى التي تواجه المغرب في بداية الألفية الثالثة، والطموحات والأهداف الاستراتيجية التي حددها البرنامج الحكومي والاستراتيجية الوطنية حول التنافسية اللوجستية، أصبح قطاع النقل عبر الطرق حجر الزاوية للتقدم السوسيو-اقتصادي، مما يستدعي ضرورة العمل على الرفع من كفاءة خدماته من حيث الجودة والكلفة والسلامة الطرقية. وفي هذا السياق تبذل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك مجهودات كبرى لإصلاح الترسانة القانونية المنظمة للقطاع، وتأهيل العنصر البشري مهنيا واجتماعيا، وتأهيل مختلف خدمات النقل عبر الطرق، وإعادة النظر في المساطر الإدارية المتعلقة بها. كما تشكل السلامة الطرقية إحدى الأولويات التي تحرص الوزارة على تحسينها للحد من حوادث السير عبر وضع مجموعة من البرامج والاستراتيجيات على غرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2016-2025، والتي تهدف إلى تخفيض عدد القتلى على الطرقات بنسبة 25% سنة 2020 وبنسبة 50% في أفق سنة 2025. أما فيما يتعلق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمرتفقين، تركز وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك جهودها حالياً على تحسين الخدمات المتعلقة برخصة السياقة والبطاقة الرمادية، وذلك وفق التوجهات الواردة في البرنامج الحكومي حول إعادة الثقة بين الإدارة والمواطن وتبسيط المصادر الإدارية. ولرفع هذه التحديات وتفعيل الإجراءات الاستعجالية لإصلاح وتأهيل قطاع النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، أعدت الوزارة خارطة طريق تتمحور حول إصلاح قطاع النقل الطرقي الجماعي للأشخاص، تأهيل قطاع النقل الطرقي الجماعي للأشخاص بالعالم القروي، تأهيل قطاع النقل الطرقي للبضائع، السلامة الطرقية، تحسين خدمات رخصة السياقة والبطاقة الرمادية، وتأهيل الإدارة. وفي إطار مجهوداتها الرامية للرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين السلامة الطرقية، قامت الوزارة بعدة تدابير أهمها تعديل مدونة السير، ترقيم وتسليم سند الملكية للدراجات النارية بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات ورباعية العجلات بمحرك، وإحداث مركز النداء للتبليغ عن مخالفات قانون السير. كما عملت على تحويل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. ومواكبة منها للتطور التكنولوجي، تقوم الوزارة بإنشاء مجموعة من التطبيقات الإلكترونية لتسهيل ولوج المرتفقين لخدماتها، ومن بين هذه التطبيقات النسخة الجديدة من التطبيق الإلكتروني المتعلق بمخالفات قانون السير على الهواتف الذكية. مجهودات تقوم بها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك من أجل تطوير النقل الطرقي بالمغرب وتحسين السلامة الطرقية، وعيا منها بالدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في تنمية المملكة. وللتعرف أكثر على هذا القطاع ندعوكم لمتابعة مجموعة من الروبورتاجات والحوارات التي أجريناها مع كبار المسؤولين بالوزارة، إضافة إلى عدد من المهنيين الفاعلين في هذا القطاع. وشكرا على متابعتكم.